السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتزمة قناة جيمنج أونلاين. في الفيديو ده هنتكلم عن دور الماستر ليج. دور الماستر ليج في ناس كتير عايزة تعرف عنه أخبار، عشان دور الماستر ليج مهم جدا لكل عشاق اللعبة، يعتبر من الأنماط الرئيسية في اللعبة. كمان عايز أقول، لو في أي حاجة عايزين أتكلم عليها في الفيديوهات القادمة اكتبوا لي في التعليقات. أولا زي ما انتم شايفين دي إشاعة يعني مش رسمي. هنا اسعار الانماط اللي هتكون موجوده في بيس 2022. الانماط دي هي طبعا المودات الاوفلاين والاونلاين. مكتوب هنا اشاعات، ستكون هذه هي اسعار الانماط المختلفه في بيس 22. الماي كلوب هيكون مجاني، المباراه الوديه مع جميع النوادي ب $15. شباب، اللي انا بقوله ده مش رسمي، ده يعني كمان حتى الموظف اللي على منصه ريدت ما قالوش، ده مجرد اشاعات ومش عارفين هي صح ولا لا. بس شركة كونامي اللي اكدته قالت انه فعلا كل دور هيبقى ليه سعر معين، يعني هتشترى اللي انت عايزه بس. اشترى فقط ما تريد ان تلعبه، هو دي سياسة كونامي السنة دي. الماي كلوب هيكون مجاني، والمباراة الودية مع جميع النوادي هي ب $15، ودور ال 11 ضد 11 اللي ما فيش اي تأكيدات رسمية عنه ب $5، والماستر ليج اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة ب $10، وكون أسطورة برضو ب $10، والماتش داي هيكون ب $5، والكو أوف برضو ب $5. دي هي الإشاعات اللي عن أسعار الأنماط لغاية دلوقتي. الإشاعات دي في ناس كتيرة فعلا قالت بنفس الطريقة دي، مش عارفين هي صح ولا غلط. طيب يا شباب، دلوقتي عرفنا أسعار الماستر ليج، وكمان عرفنا أسعار المودات الأخرى اللي هتكون موجودة زي الكون أسطورة والمود الأوفلاين. دلوقتي هنتكلم على في شوية معلومات عن طور الماستر ليج. الماستر ليج هيكون موجود، ولكن هيكون باسم تاني. ده كلام ده أكده الموظف اللي على شركة اللي في شركة كونامي اللي هو موجود على منصة ريدت، قال نفس الكلام، وكمان إنه مش هيكون عليه تعديلات كبيرة. يعني الطور ده هيكون هو طور بيس 21، ولكن هيكون في شوية إضافات يعني مش كبيرة، يعني ممكن ما تلاحظهاش كمان. وبالنسبة للناس اللي بتحب الوضع ده قوي فما تتحمسلهوش، هيكون هو برضو، يعني ما تستنوش مفاجآت في الوضع ده. اما موعد صدوره، طبعا موعد صدوره مش موجود في الرود ماب، ولكن موعد صدوره المتوقع هيكون في شهر يناير او فبراير، يعني بداية السنة الجديدة 2022. يعني شباب، باختصار وضع الماستر ليج هيكون موجود، ولكن الاسم بتاعه وارد انه يتغير، وكمان ما تتوقعش انه هيكون فيه تعديلات كبيرة، وموعد صدوره هيكون في يناير او فبراير. بس ده هو كل ده اللي قلته بخصوص الماستر ليج. طبعا ما فيش اي حاجة رسمية من الشركة عن الوضع ده، فنتمنى الشركة تطلع وتقول لنا يعني كلام مهم عن الماستر ليج وشوية معلومات، عشان طبعا في ناس كتير بيهمها الوضع ده، والوضع ده بالنسبة لها من اهم الحاجات اللي في اللعبة، وكمان يعتبر من اهم الانماط الرئيسية اللي موجودة في بيس 22. انا شخصيا من الناس اللي بحب العب في الماستر ليج كتير جدا، يعتبر من اكتر الانماط المهمة في اللعبة. منتظرين يعني الاعلان القادم اللي يكون في 25 اغسطس، وكمان في معلومات قوية جدا في اواخر شهر اغسطس عن بيس 22. حابب اقول لكم اتمسكوا بالتريلر القادم، هيكون في مفاجآت قوية ان شاء الله، وانا متفائل جدا للعبة بصراحة، ومتحمس لها جدا كمان. بس كده يا شباب، هي دي كانت حلقة النهاردة. لو عايزين اتكلم عن المودات الاخرى او الاطوار الاخرى الموجودة في بيس 22، اكتبوا لي في الكومنتات عاوزين اتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية. وبس كده، انا كده اكون خلصت. اتمنى تشترك في القناة اذا ما كنتش مشترك، وتفعل زر الجرس، وتشارك الفيديو ده مع اصحابك.